هذه الفعالية الهدف الأساسي منها هو التثقيف الشعبي، إيصال المعلومة الصحيحة إلى المواطنين وكافة المواطنين وخاصة النساء حول سرطان الثدي. والشاهد الذي الأساس في هذه الندوة هو الإعلامية السيدة ليزا، والتي أصيبت بالسرطان، وبالإرادة القوية وبالمعرفة الصحيحة والثقافة الجيدة استطاعت أن تتغلب على هذا المرض. ومن خلال سردها لتجربتها مع هذا المرض أعطت درس حقيقي لكافة الحاضرين من نساء ورجال كيفية التعامل مع هذا المرض وكيفية التصدي لهذا المرض بالتعاون مع الأطباء. تم عرض تجربة جديدة لنشر الوقاية والتثقيف الصحي عن طريق الإعلام، فالمريضة هي إعلامية وهي تساعد الأطباء في إيصال هذه الرسالة إلى النساء للحصول على الكشف المبكر في سرطانات الثدي. ربما نوفر أو نمنع انتشار هذا المرض، وبإجراء بسيط ممكن نحصل على شفاء تام قبل أن ينتشر ويصبح عند المريضة انتقالات لما يسببه من اختلاطات على الجسم وهدر في الاقتصاد. هذه التجربة يمكن أن يستفاد منها أيضا من قبلنا ككادر طبي. هلأ مثل ما بتعرفي نحن الأمراض الثدي موضوع كثير هام، وبشكل أساسي سرطان الثدي. عندما يكتشف سرطان الثدي بمراحله المبكرة، لما بصير كشف باكر عن سرطان الثدي يكون العلاج شبه شافي، شبه 100% شافي وغير راد وغير مكلف. لكن عندما يكتشف المرض بمراحله المتقدمة يكون العلاج يعني ما نو شافي مثل ما هي، وقد تكون هناك وفاة، والعلاج راد ومكلف جدا سواء على المريض أو على القطاع العام.